أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقف المسلم من تنظيم القاعدة ومنهجها؟ لازم ماذا يعني بالقاعدة؟ ما هي القاعدة تفسر عنها؟ كل شيخ تنظيم القاعدة التنظيم الذي تدعمه أسامة الله. لا شك أن هذا تنظيم لا خير فيه ولا هو من سبيل الصلاح وفلاح. تفرق المسلمين وإيجاد جماعات متنافرة ومتناحرة مما أسباب البلاء والشر ومن عوامل الفرقة والجرأة على سفك الدماء. ثم هذا التنظيم، هل نظم لقتال الكفار وإخراجهم من بلاد الإسلام والتوجه إلى البلاد التي تربح تحت دول غير إسلامية لنشر الدين فيها، أو أن هذه القاعدة تحث الشعوب في أوطانها الخروج على سلطانها ليحصل لذلك سفك الدماء وإهدار الحقوق وتدمير منشآت وإشاعة الخوف؟ فنسأل الله أن يصلح الجميع.